ليه بقى كل الناس بتقول انه الست دي لينا شاكر جدعه جدا؟ انا بالنسبه لي يعني في كل مره بكلمها بتقعد وبتسمعني وبنقعد نتكلم كتير، ولما بحتاجها لا لينا تعالي عايزه اشوفك وعايزين ننزل ونتكلم مع بعض. وده متهيألي في الوقت الحالي او في العصر اللي احنا فيه عشان تلاقي دايما حد يسمع لك ويديكي النصيحه اللي يقدر عليها الاهتمام والاهتمام، ده متهيألي بقى نادر. ده ساعات ما بتلاقيهوش ما بين الناس الكلوز لبعض، يعني اللي عايشين في تحت سقف واحد، صح ولا لا؟ صحيح. فلما تلاقيه ده يبقى انت عندك نعمه كبيره قوي لما تلاقي حد يديكي النصيحه اللي بحقها وحقيقي اللي ما من غير غرض. دي برضو نعمه كبيره قوي، دي نعمه كبيره قوي ولازم تتمسكي بيها وما تسيبيهاش. في نفس الوقت بقى عايزه اقول حاجه بمناسبه الحلقه يعني دي كلها وبمناسبه الحديث عن الكانسر. يمكن الناس بتلاقي الدكاترة أو بتلاقي الإشاعات والعلاجات والكلام ده، لكن في جانب مهم جدا زي ما احنا قلنا وزي ما لينا قالت، الدعم النفسي والدعم المعنوي. ده ما فيش متخصصين فيه في مصر، أو لو في متخصصين الناس مش عارفينهم. إزاي تتعاملي مع المريض؟ إزاي أنت كمحيطة بيه أو معاه في البيت أو صديقته أو كده؟ أكيد هو بيمر بمراحل مختلفة، بيمر بعلاجات كيماوي وإشعاع طبعا يعني ربنا يقدره عليها، ولكن يعني فين اللي يعمل له الدعم المعنوي ويقول لك ازاي تعملي له انت كقريبه منه الدعم المعنوي ده؟ ده لازم يبقى فيه القاء الضوء عليه شويه اكتر. صحيح. ويبقى معروف بالنسبه في المستشفيات، يعني ان في الدكتور الفلاني يقدر يدي نصيحه للمحتاجين. بهية عندهم. انت بتشتغل معاهم كتير يعني؟ بصراحه بدعمهم جدا جدا جدا. بما ان احنا كمان يعني في شهر بعد اذن حضرتك طبعا شهر الشهر ده فيه اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الام، كل سنه وكل ستات مصر بخير وفي احسن صحه. انا طبعا بدعم جدا المستشفى بهية، ومش عارف ده هيبقى اعلان ولا لا، بس هم الشهر ده عاملين ان ممكن اي سيده تروح تعمل فحص مبكر حتى لو ما عندهاش اعراض. ماشي، احنا بنعمل اعلان المستشفى مستشفى بهية، وأي جهة ممكن تساعد حد بكتير حضرتك. لا طبعا يعني الحاجات المشروعات الحقيقية بتتكلم عن نفسها ومنها مستشفى بهية. صحيح. والحقيقة تستاهل كل الدعم. وكل ست تشك أو تقلق وتعمل كشف وتطلع الحمد لله نيجاتيف لازم تساعد أكتر. صحيح. بالعكس ده فرصة ان هي تسدد دين لواحدة مش قادرة تدفع. ده من المفاهيم اللي لازم تبقى راسخة عندنا بشكل كبير. قد ايه الرسالة بتاعت البوست الخاص بلينا شاكر ايجابية لناس كتيرة لا هي تعرفهم ولا هم يعني لا تعرفهم ولا احنا نعرفهم؟ في ناس كتيرة زي ما الشريف مدكور في يوم الايام طلع وقال انا هشتغل وهعدي، يعني الرساله كانت حلوه قوي. وجيت قعدت على نفس الكنبه دي. فاكره وناس كتيره جدا اكبرت فيك يا شريف قوتك وشجاعتك وبسطتك انك تحاول تصغر هم او الم. الحمد لله. ده نعمه من عند ربنا. لينا صورتك والبوست بتاعك والخلفيات اللي عرفناها عنك واصحابك يخلونا نحبك جدا، يخلونا نتمنى انه انت وكل حد في الدنيا يعدي اي ازمه واي مرحله صعبه بسهوله ويسر وربنا يخفف عنه يا رب. وعايزه اقول لك انه حقيقي حقيقي ما شاء الله ربنا يخلي لك اصحابك، يا بختك باصحابك يا لينا. ايوه بقى. كلمه اخيره بقى مذيعه. لا يعني كل اللي حقدر اقوله انه بشكر اهلي، بشكر صحابي، وبشكر كل الناس اللي انا معرفهمش واللي مهتمين زي ما قلت قبل كده انه يكتبوا لي كلام ودعاء. انا حاسه ان انا حد يعني محظوظ جدا 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 انه يحصل له كل ده. وحقيقي انا في الاسبوع اللي فات ده نسيت تعب الوقت اللي فات. بشكر كل الناس، ربنا يديم الصحه على كل. مبسوطة ومرسي ليكي، مرسي بجد، مرسي لينا شاكر.
نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.